اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر قناه دوكريت وعبر برنامج حياه شباب. اليوم عم نطلع عليكم من معهد جبران للموسيقى لنضوي اكثر على مهارات الشباب وابداعاتهم بالموسيقى. تابعونا بحلقه جديده من برنامج حياه شباب. شبابنا ما عم تتوقف مشاهدينا الأكارم، وتحصيل العلمي كمان ما عم يكون حاجز عند موهبتهم وشغفهم ليتميزوا ويكونوا مبدعين بمجال مواهبهم. ورح نتعرف اليوم على شاب متميز بدراسته وعنده شغف بالغناء. نتعرف عليك. أهلا وسهلا، اسمي جعفر. أهلا وسهلا فيك جعفر. جعفر أنت شو بتدرس؟ هندسة اتصالات. اتصالات أي سنة؟ سنة أولى. سنة أولى. طيب هلا رح نحكي عن دراستك. أنت دخلت كلية الاتصالات أنت عن رغبة عن محبة، ولا في كان حدا شجعك على هيدي على هيدا دخول هيدا الفرع؟ بالإضافة رح هلا ننطرق كمان على موهبة الغناء. لا أنا دخلت عن حب أكثر شيء. شو بيميز هيدا الفرع عن باقي الأفرع عندك؟ هلا هو ما بعرف، أنا دائما بحلم إنه البرمجة كان دائماً إنه عندي شغف إلها، ففت هالفرع لأنه فيه إنه كتير جزء من البرمجة. إيه فهيك. أنت سنة أولى. طيب عم بتحس إن المواد اللي عم تنطرح دائماً بالجامعة هي منفصلة عن العالم الخارجي، ولا لا هي بطريقة أكاديمية بتأهلك لتكون منخرط بسوق العمل؟ لا هلا أكيد كلها إنه يعني متصلة بالحياة، إنه يعني فوراً أنت داخلة على شيء إنه بتستفادي منه. ايه لا كتير حلوة المواد وكتير كويسة. طيب هلا في كتير من الاشخاص مثلا بيدخلوا في فرع معين ولكن بيكون منفصل تماما عن داخله هو هذا الشيء، يمكن انت دخلته عن محبة وهذا رح يميزك، رح تكفي دراسة بهيدا المجال، رح يكون عندك بحث علمي بالاتصالات، بتحب انه كمان نحن بعصر التكنولوجيا دائما بيكون عندنا شغف انه نعرف شو جديد بأي فرع نحن داخلينه. ايه اكيد. أي عندي هالشغف دائما اني اكمل دراسي وانه دائما زيد من العلم بهالفرع. رح نتابع معك جعفر، وبعدين مشاهدينا مثل ما تابعنا انه فعلا في شغف من كثير من طلابنا وتميزهم، وتحصيل العلمي ما عم بيكون حاجز لهم، لا عم بيتميزوا بهيدا المجال، وخصوصا الموسيقى عم بتكون هي متنفس لكثير من الاشخاص ليبرزوا ليكفوا حياتهم بكل سلاسه وايجابيه. وهلا رح نحكي عن الغناء جعفر، نحكي عن مسيرتك بالغناء، ايمت بلشت، وبدنا نحكي عن معهد جبران قد ايه بيعطيك الفائده والإيجابية إنك أنت تتميز بمجال الغناء. هلا أنا بلشت من شي شهرين، ومع الأنسة هبة هي أكيد أكثر حدا شجعني وحببني بالموسيقى، إنه شغف الموسيقى بكفي إنه أنت تحب الموسيقى. وبعد ما بلشت أنا إني أتعلم النوطة وهيك، صرت الأغاني اللي كنت أسمعها قبل صرت أسمعها بطريقة تانية، صرت أحس إنه في شي جديد ما أتعلمه دائما وأسمعه كثير. يعني في كثير من الاشخاص عندهم موهبه الغناء ولكن ما بنعرف نحن ايمت بيخطئوا، ما بنعرف ايمت بيكونوا غناءهم صحيح، ولكن التعلم بطريقه ايجابيه او بطريقه اكاديميه هي اللي بتصحح الاخطاء اللي نحن ما بنعرفها. سمعنا شيء؟ حبيبي تلج صهيل خيل مارع باب الليل مارع باب الليل كانت أصوات بتاخدنا مشوار صوب المدى حلفتك يا حبيبي لا تنسى يا حبيبي
ولما بتسمع هالغني فكر فيا يا حبيبي، حلفتك يا حبيبي لا تنسى يا حبيبي. ولما بتسمع هالغني فكر فيا يا حبيبي. رح نحكي عن الغناء بشكل عام بحياة جعفر. لأي حد رح يوصل بحياتك وبمستقبلك؟ هلا ما في حد معين، لأنه كل ما ازددتي أكثر بالموسيقى رح تشوفي إنه استقدامي كثير، فما بظن إنه في حد فيني أوصل له. يعني ما بينقاطع تحصيلك العلمي ودراستك بالاتصالات مع موهبتك بالغناء؟ لا بالعكس، هي بتريح، إنه بتريح النفسية أنت لما بتلجأي للموسيقى والغناء، بالعكس كثير شيء حلو. أتمنى لك التوفيق يا جعفر، وإن شاء الله قادم الأيام يكون حامل بمجال التحصيل العلمي والموسيقى كل الخير. أهلا وسهلا فيك، نورتنا ببرنامج حياة شباب. شكرا كثير لكم. مكملين معكم مشاهدين الأكارم عبر برنامج حياة شباب عن إبداعات وتميز الشباب بالموسيقى ضمن معهد جبران، تابعونا. دائما يعني نحن كثير قلبنا بيكبر وقت نشوف شبابنا التحصيل العلمي عم بيكونوا متميزين فيه، وهذا الشيء كثير بيكبر القلب. ومعنا اليوم شاب باختصاص عماره، رح نحكي عن مسيرته بالغناء وعن مسيرته العلميه ضمن جامعه تشرين وخصوصا بهندسه العماره. مرحبا. يا هلا. عرف عليك؟ ميشيل حداد، طالب. اهلا وسهلا فيك يا ميشيل. يا هلا. اي سنه انت بالهندسه العماره؟ ثانيه. هلا رح نحكي عن الهندسه بشكل عام بحياتك انت، كيف دخلت وكيف تعبت انت بالبكالوريا لجبت نتائج تاهلك انك تدخل على هندسه العماره. هلا انا بالبكالوريا كيف كنت عم ادرس وشد لحتى اعرف حاليا انا بدي هيدا الفرق، انه حاط ببالي انا بحب الرسم كثير وعندي خيال، كون مثلا انا عم ادرس ارسم سكتشات هيك، فحطيت ببالي بدي ادخل عماره فشدت والحمد لله. طيب هلا مثلا اي واحد من البكالوريا وطالع لفرع جديد اكيد بتخلله بعض الشوائب بعض الصعوبات، انت كيف تزللت هيدا الشيء خصوصا بالسنه الاولى العماره قصدك؟ لك انا فايت الفرع بحبه، يعني عارف يعني كل شيء بده يواجهني انا بكون اقوى منه قده، عارف انه بتفايت بالعماره يعني خلص بدي اطلع منها بخير وسلامه وعامل كل شيء بدي اياه فيها. هون السؤال لك ميشيل، يعني وقت اللي نحن بندخل الفرع نحن بنحبه بشغف، قد ايه كمان بيشيل عنا مسؤوليه انه الخوف؟ قد ايه هذا الشيء كمان بيكون ثقه؟ قد ايه بخليك انك انت شو ما كانت الماده قدامك او شو ما كانت صعوبه الماده فيك انت تتجاوزها بكل سهوله. مزبوط، اهم شيء الواحد يدخل فرع يحبه، هذا اهم شيء، يعني واحد اهله مثلا يجبروه يفوت مستحيل هيدي بقى يحبها وينجح فيها، مثلا انا عماره بحبها رح انجح فيها باذن الله، اما فوت فرع مثلا ماني حابه او ما عندي شغف فيه رح افشل فيه، رح ادرس بلا نفس، رح اعمل كل شيء بلا نفس. أكثر مادة بهندسة العمارة بتحبها وبتحس إنك فعلاً أنت متميز فيها؟ تصميم. تصميم، تحب الديزاين والديكور وهدول الشغلات، يعني رح تختص أنت بهذا المجال فينا نقول وقت بتخلص الهندسة العمارة؟ أنت ما بتعرفي الله شو كاتب، شو بيخطر على بالي ما بعرف والله وقتها، بس التصميم هي لب العمارة، يعني هي النواة تبع العمارة، أهم شيء بالعمارة هي التصميم، كلها خيال ورسم ومشاريع. ايه بس هلا بس خلص عمارة لا بختص بكل شيء، أنا هلا ما بقى في اختصاص بالعمارة، يعني باخذ كل شيء بدي إياه، أي مشروع بيجيني. هلا بحكي عن موهبتك وشو بيعني لك معهد جبران، وقد ايه بتحس انه فعلا عم تستقطب كثير من المعلومات انت لتتميز بمجال الغناء؟ هلا انا لسه اول شيء وقت نزلت على معهد جبران كنت نازل سجل ملاكمه، في ملاكمه هون، لاني انا معي بطوله نوادي اللاذقيه، فشفت لانسي هبه ف
فقلت لها في غناء هون؟ قالت لي ايه. عم قالت لي الأنسة هبة تسجل غناء وعندك موهبة، اكتشفت فيني انه عندي طبقة وعندي موهبة. ضلت معنا والأنسة هبة شهر وهلا بتسمعي كيف رح يكون الصوت. قديه صار لك هلا بالميدان المعهد؟ الغناء شهر واحد. طيب هلا رح نحكم عليك نحن والمشاهدين عبر برنامج حياة شباب كيف رح يكون صوتك خلال شهر. يلا تفضل. حبيتك وعشت بهواك أحلى أيامي، كان الزمن دوار خانتني أحلامي، الكان الحلم اغفى على يدك، وصحى الصبح خدي على خدك، كان الحلم اخفى على يدك، وصحى الصبح خدي على خدك، الله معك تعيش وتتهنى، تلاقي اللي حبك حضن لك جنة، الله معك يا عطر أنفاسي، الله معك يا سارق إحساسي، الله معك. الله يا ميشيل. لا في طبقة لا يعني خلال شهر أكيد بدنا نشكر المس هبة اللي عم تعطيني بهيدي المواهب ضمن هيدا المعهد. هلا رح نحكي بشكل عام عن الموسيقى بحياتك، يعني الموسيقى شو بتعني بحياة ميشيل؟ إلى أي حد بتحس أنه فعلا هي ملاذ لإلك بهيدي الحياة؟ هلا الموسيقى كلها إحساس، كلها يعني تحسي إنه بتعبر عن كل شيء جواتك. الموسيقى على فكرة أنا بس كون معصب فورا بصير غني لحالي هيك، إحساس كله بيروح بالموسيقى والله. طيب مين أكثر شيء بتحب تسمع له؟ بحب اسمع هلا من الجيل نحن مثلا بحب نصيف زيتون، أما من قبل مثلا بحب وديع الصافي بسمع له كتير، وفيروز الصبح أنا فيروز الصبح كتير بحب، بس الصبح أنا هيك بحب أسمع فيروز بالصبح. هلا في يقولوا إنه بغض النظر إنه أنت منتسب لمعهد أو أنت عم تتدرب عند كوتش موسيقى، ولكن في المدارس القديمة هي سواء كان سيدي فيروز أو وديع الصافي، جورج وسوف، يعني هدول العمالقة الكبار اللي أدوه بتحسن إنه فعلا هن مدرسة تعليم لكل حدا عنده شغف بالموسيقى. نسيت أقول لك أنا جورج وسوف ابن ضيعتي، وأنا ربيت على صوته لجورج وسوف. أنا حلو. أنا بيته جنب بيتي جورج وسوف وضيع من الكفرون أنا. يعني أهلا وسهلا، أكيد تحية لكل أهل كفرون. أنا جورج وسوف ربيان على صوته أهم، يعني بحسه عندي التوب بكل شيء جورج وسوف أنا. طيب نسمع شيء من الأشخاص أنت بتحب تغني لهم؟ لجورج؟ مثل ما بدك. ليلة وداعك بكيت النايات وغنت معي على حنيا، ويلي رايحة ويا جوعة الغمرات، عاخصر لف وزنبق شميلي، ليلي وكانت آخر السهرات، قديش فيها قلت يا ليلي الخد لي ليالي كل عمري وهات، البعد ليلي مثل هالليلي. ومكملين معكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر برنامج حياة شباب، وهلأ رح نكون مع شاب حادي عشر علمي متميز بالرسم بالإضافة للغناء، ورح نتعرف عليه أكثر. تعرف عليه؟ اسمي فؤاد، صف الحادي عشر العلمي مدرسة الغافقي، وبغني وبعزف معهد جبران وبحكاية الفن. هلا رح نحكي عن دراستك. اكيد يعني انت ما انك غافل الدراسه على موهبتك، كيف عم بتوفق بين دراستك وبين الموهبه كونه في بالمعهد التزام والموسيقى؟ واي حدا عنده مشروع نجاح باي مجال اكيد رح يكون في ضغط، في شيء مكثف لا يوازي بين الدراسه وبين الموهبه. انت بتوفقي بالاوقات، في 24 ساعه باليوم،
ففي وقت لهذا ووقت لهذا اكيد يعني، فبتوفقي يعني بتوفقي بيناتهم بس تكون الاراده موجوده. شو حابب تصير بالمستقبل انت؟ فنان، فنان بشكل عام. فنان يعني ما في شيء تحصيل علمي انت راح تتميز فيه؟ بدي اعمل بشغفي، بدي اروح على المعهد العالي. اها عالي الموسيقى. حلو، كفي بشغفي مشان تنجح. كفي بشغفي. هلا راح نحكي بدايه عن موهبه الرسم. عندك رسم من ايمتى انت بترسم؟ من 11 سنه. 11 سنه من 2011 تقريبا. اها طيب الرسم له ادواته، شو الادوات المميزه عندك انت؟ الرسم له انواع، ف انه له بالالوان الزيتيه، الالوان المائيه، اقلام الرصاص والمحايه، وفي انواع لاقلام الرصاص انواع معينه. فعندي كل الانواع تقريبا ومجرب كل شيء. شو اكثر شيء اقرب لقلبك وحسيت تميزت فيه؟ الزيتي، الالوان الزيتيه. ليش؟ لانه بتتحكمي فيها اكثر، يعني بشوف حالي فيها اكثر، بحس فيها اكثر. ايه هلا بنشوف اي شخص بهيدي الحياه بيتميز باراده، الاراده لازم تكون موجوده بالاضافه للمجتمع المحلي اللي عم بيكون حاضر له لموهبته، وكمان دور الاسره لإلك قد ايه كان كمان حافز لإلك؟ طبعا دور الاسره كثير كبير، بالبدايه بتكون الاسره، بعدين العالم، بعدين العالم بلشوا يشجعوكي، بس اول مشجع بيكون هو الام والاب طبعا والانسه طبعا. هلا رح نحكي عن الغناء والموسيقى بحياتك، بحياة فؤاد. هلا قد ايه بتحس انه فعلا هي ملاذ لك، هي متنفس لك، وخصوصا بوقت الدراسه نحن بنشوف ممكن نروح لعند شخص انه نشكل له همنا، يكون متنفس لنا، وانت الموسيقى هي ملاذ لك، قد ايه هيدي موجوده بحياة فؤاد؟ هو الموسيقى بدايتي فيها كانت مثل هروب من الواقع او هيك شيء، بس عموما هي بعدين صارت شغفي، لانه لقيت فيها الراحه، الراحه يعني انا برتاح لما بغني او لما بعزف او ايه برتاح. نسمع شيء؟ ان شاء الله هيك بشوفك مشروع نجم، ودائما بالتدريب نحن فينا بنتميز. شكرا لاطلالتك معنا اليوم بضمن برنامج حياة شباب، نورتنا. شكرا. هيك حلقتنا من برنامج حياة شباب خلصت. اكيد بدي اتشكر ميشيل، وبدي اتشكر جعفر بالاضافه لفؤاد لتميزه اليوم بالموسيقى، وان شاء الله يا رب تكون قادم الايام حامله لكل الخير. هيدي كانت حلقتنا من برنامج حياة شباب، انطرونا بحلقه جديده، الى اللقاء.